في الأهم المنشطات اللي شفناها دلوقتي معاك. وهنبتدي مع أخبار اليوم اللي قالت إن عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعيبة النادي الأهلي المستبعدين من قائمة المنتخب خلال الفترة الحالية، واللي ضمت ثلاثة من لاعيبة النادي الأهلي هم عمرو السولية ومحمد هاني وصلاح محسن. واستبعد أجاري أيمن أشرف وأحمد فتحي ومروان محسن وسعد سمير ورمضان صبحي ومحمد الشناوي. حاول لاسارتي إن هو يخفف من حزن وغضب لاعيبة النادي الأهلي وبالذات طبعا أيمن أشرف، واللي حاسس إن سبب استبعاده هو ابتعاده عن اللعب في مركز الظهير الأيسر واعتماد لاسارتي عليه في مركز المساك. أكد لاسارتي للعيبة بأنه عمل اتصالات بأجاري المدير الفني للمنتخب، وأكد خلالها خلال الاتصالات دي إن الاختيارات الخاصة بالمعسكر عشان يكتشف لعيبة جداد من خلال طبعا تجربتهم خلال المعسكر ده، في حين إن في لعيبة معروفين بالنسبة له وإن إمكانياتهم طبعا معروفة بالنسبة له وأماكنهم كمان في المنتخب موجودة. على المستوى الفني كمان بيواصل النادي الأهلي بمعنويات مرتفعة جدا الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الجولة 26 من الدوري الممتاز، والمقارنة ليها إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. هيخوض النادي الأهلي تمرينه الأخير بكرة يوم الأحد قبل ما يدخل في معسكر مغلق، وبيسعى أكيد النادي الأهلي إن هو يحقق الفوز التاسع عليه على التوالي ويقرب أكتر من المقدمة، وده بعد طبعا ما تساوى في رصيد النقط مع فريق بيراميدز وبقى قريب جدا من المنافسة على المركز الأول. ومن جانب آخر أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن الفوز على بتروجيت مهم جدا خلال الفترة اللي جاية عشان يواصلوا الضغط على المنافسين ويقربوا أكتر من المقدمة. أكد كمان محمد يوسف إن الفريق جاهز لتحقيق الفوز برغم صعوبة المباراة، ووضح إن الفريق البترولي منافس قوي وبيملك عناصر مميزة.